المواضيع وللتعليق والنقاش حول فحوى هذه الكلمة وهذا التصريح. ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول العميد أحمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد أحييك. وفي البداية أعتقد هي من المرات القليلة إن لم تكن الأولى التي يتحدث فيها يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين عن عملية مشتركة بين الحوثيين من جانب والمقاومة الإسلامية العراقية على حد تعبيره من جانب آخر، ويستهدفون الأراضي المحتلة بشكل مباشر، قال ما بين قوسين هدف حيوي في حيفا. ما الذي نفهمه سيادة العميد من هذا التصريح؟ تحياتي أخي أحمد لك ولكل مشاهدي الجزيرة مباشر. لا بعتقد هو التصريح الثاني بنفس الصيغة بنفس الهدف بنفس الناس اللي اشتركوا من حوالي 8 أيام 9 أيام. طلع نفس الناطق العسكري وأعلن عن قصف ميناء حيفا، لكن للأسف الشديد ما حد سمع بهذا القصف إلا من أعلنه. وأنا بعتقد يعني هيك أخبار لا تخفى على الإعلام ولا يمكن إخفاءها، يعني فيما لو صارت أو حدثت بأنه صواريخ تطلق وتعبر أجواء بلدان عربية وتصل إلى حيفا ولا حد يسمع فيها نهائيا. من حوالي 8 أيام نفس الخبر طلع الناطق الرسمي وأعلن أنه بالاشتراك مع المقاومة العراقية دمروا أهداف داخل ميناء حيفا وحققت صواريخ إصابات، لكن ما حد مثل ما قلت لك سمع بهذا الخبر. إنما خليني أخذ المغزى من الخبر اليوم هناك لكن نوع ممكن سيادة العميد، يعني عفوا قبل أن نذهب للمغزى، ليس في كل الأحوال على ما أعتقد وصحح لي أن الاحتلال الإسرائيلي يخبر بهذه الأمور، لأني إخباره بهذه الأمور والتأكيد عليها هو يضعه في موقف الضعيف، موقف الذي لا يستطيع أن يعني يحمي في أرضه من المقاومة اليمنية أو المقاومة العراقية. يعني هل هذه القراءة بهذا الشكل صحيح أم لا؟ أحمد، يمكن للعدو الإسرائيلي أن يخفي الخسائر، يمكن أن يخفي الإصابات، يمكن أن يخفي ما تم تدميره، لكن لا يمكن أن يخفي الخبر بالكامل. لا يمكن أن يقول لا توجد أي صواريخ، لا توجد أي أهداف دمرت، لا توجد أي صواريخ أطلقت. هذا الموضوع لا يمكن لإسرائيل أن تقوم فيه. يمكن أن يقتل لها 10 فتقول قتل شخص واحد، أصيبت 5 مباني يقول أصيب مبنى واحد، هذا يمكن لإسرائيل. أما الخبر الماضي من حوالي 9 أيام فقط أعلنه الناطق باسم الحوثي ولم يذكر على محطة إعلام لا إسرائيلية ولا غربية ولا حدا نهائيا. وبالتالي هون النقطة اللي أن المغزى اليوم ليس إصابة هدف في ميناء حيفا، ليس إيصال صواريخ إلى داخل إسرائيل. المغزى اليوم هو رسالة إيرانية من أنها في ظل الحشود التي تحصل على حزب الله إذا ما كانت هناك حرب فعلى إسرائيل أن تدرك أن جبهات متعددة قد تشتعل. هي الرسالة فقط لها. نعم. دعنا نذهب سيادة العميد إلى أعمال المقاومة الفلسطينية اليوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، لأنها على ما يبدو كانت أعمال قوية وكانت لها أو سببت إيذاء كبير للاحتلال الإسرائيلي. وعدنا مرة أخرى لمشاهد المسافة صفر، فقد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. سيادة العميد رحال، عادت المسافة صفر مرة أخرى اليوم، إيذاء كبير للاحتلال الإسرائيلي من المقاومة الفلسطينية. تحدثنا عن ما يقرب من 14 ما بين قتيل ومصاب في صفوف الاحتلال. كيف تابعت مشاهد اليوم سيادة العميد؟ تلك هي الأعمال الحقيقية، تلك هي الأعمال الميدانية، تلك هي الحرب الحقيقية، تلك هي المقاومة الحقيقية. لكن دعني أذهب إلى نقطة أبعد من موضوع الإصابات. لو دققنا اليوم لماذا العملية كانت في الشجاعية على محور نتسارين في رفح، اليوم جيش الاحتلال بدأ بلملمة الأوراق، بدأ يستعد للمرحلة الانتقالية أو المرحلة الثالثة، بدأ يستعد لمرحلة الخروج من رفح، بدأ يستعد لمرحلة إعلان نهاية الحرب والإبقاء على بعض العمليات. طيب الشجاعية، اليوم هناك حرب أو هناك معارك تدور في الشجاعية، الغاية لجيش الاحتلال إقامة منطقة عازلة على طول الحدود الشرقية لقطاع
غزة بعمق 1 كيلومتر. لذلك كانت عملية شجاعية لكي تعطيه درس من أن العمليات لن تتوقف. محور نتسارين اليوم أيضا جيش الاحتلال يقوم بعملية قسم قطاع غزة في المرحلة الثالثة، سيقوم بتقسيم قطاع غزة إلى قطاع شمالي وقطاع جنوبي، وعلى محور نتسارين سيكون هناك منطقة عازلة بعرض من 2 إلى 4 كيلومتر. وجدنا كل عمليات القصف والهونات وعمليات الكمائن وعمليات القنص على تلك المنطقة أيضا لكي تنبه منظومة القيادة والسيطرة، المنظومة التي تقود أعمال الفصائل، بأن عين المقاومة واعية ولن تسمح بهذا الأمر. لماذا تدمير الدبابة من محور صفر أو من نقطة صفر في رفح؟ لأن جيش الاحتلال يريد الإبقاء على جنوده على طول محور فيلادلفيا على الحدود المصرية كجزء من المرحلة الثالثة. وبالتالي عندما كنا نتحدث من أن الفصائل لديها قراءة عسكرية، حتى أحد ألويد أو قائد ألويد جيش الاحتلال قال خططنا مكشوفة للفصائل وللمقاومة وتستطيع القيام بأعمال استباقية، وهذا يعني ذروة العمل العسكري أن تستطيع. إذا اليوم منظومة القيادة والسيطرة عبر الفصائل عبر عيونها بالاستطلاع أوصلت 3 رسائل من الشجاعية إلى محور نتسارين إلى محور فيلادلفيا. المرحلة الانتقالية لا يمكن، أو المرحلة الثالثة لا يمكن أن نقبل ببقاء جندي الاحتلال داخل قطاع غزة. نعم، كان هناك مشهد استمعنا لصوت المقاوم فيه عندما قال سنبقى على جبل الرماة، ومن خلفنا صوت النبي صلى الله عليه وسلم يردد لا تبرحوا لا تبرحوا لا تتركوا المكان، يعني عودة لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ولأحد. ما الرسالة؟ ما الرسالة التي يريد أن يرسلها هذا المقاوم من خلال هذه الكلمات سيادة العميد من وجهة نظرك؟ الثبات في المواقف، الصمود، وما النصر إلا صبر ساعة. اليوم جيش الاحتلال في حالة تمزق، اليوم جيش الاحتلال في حالة تشتت، هناك صراع سياسي عسكري. اليوم نتنياهو يريد أن يطبق الحكم الذاتي أو الحكم العسكري على قطاع غزة، وهو يعمل جاهدا لعدم إنهاء الحرب، حتى أن الشارع الإسرائيلي وأهالي المحتجزين يقولون لن تعود أولادنا إلى بيوتها قبل أن يعود نتنياهو إلى بيته، بمعنى قبل أن يعزل عن رئاسة الحكومة. وبالتالي هذا ما يبحث عنه نتنياهو في إطالة أمد الحرب، منع لجان التحقيق، دخول في حرب استنزاف قد تمتد لسنوات. العسكر لهم رأي مختلف تماما، لا نريد التورط بحكم عسكري، لا نريد أن نتحول إلى شرطة مدنية أو شرطة داخل قطاع غزة، نريد الانسحاب والقيام بعمليات ضرورية عند الحاجة. وبالتالي أمام هذا الواقع، أمام تلك الصراعات، تبرز الحاجة للفصائل، للثبات، للبقاء في مواقع، لزيادة عمليات الضغط، زيادة عمليات القنص، زيادة عمليات الكمائن، زيادة عمليات الاستهداف. والعمل الذي تم اليوم على الدبابة بوضع تلك العبوتين الناسفتين والتي وضعت في مناطق حساسة، أضعف منطقة في الدبابة هي المنطقة التي تفصل البرج عن جسم الدبابة، لذلك وجدناها انفجرت. وبالتالي اليوم هذه الرسالة لا تعني تدمير دبابة، هي رسالة لكل إسرائيل، هذا هو جيشكم وهذا المآل الذي سيصل إليه إذا ما استمر في حربه داخل قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني. وهذا يعني أن هؤلاء المقاومين يعلمون ببساطة شديدة أين هي الأماكن الحساسة الضعيفة في يعني دبابات الاحتلال الإسرائيلي وسياراته، كما رأينا في العودة مرة أخرى للمسافة صفر من قبل المقاومة الفلسطينية. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا العميد أحمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معي عبر الإنترنت من إسطنبول.